والسلام عليكم. مقابلة يعني غادي تكون شيقة لا محال، حتى الفرق بجوج بينوا على مستويات كبيرة هذه السنة، وكنظن بلي الحظوظ وافرة لكلا الفريقين باش يقدروا يدفروا بهذا الكاس. ما نقدرش نتكهنوا بالمقابلة وشكون اللي غادي يكون الطرف الفائز. كنظن الحظوظ متساوية 50-50 مع أفضلية طفيفة للبراكنة في النظرية ديالي، ونتمنى يكون الجمهور كبير ويرسم شي صورة زوينة حضارية اللي تشرف البلاد ديالنا. السلام عليكم. هي بجوج ديال المقابلات غادي يكونوا مفتوحين على يعني جميع الاحتمالات، وكنظن باللي الفرقة اللي دات الكاس العرش غادي تحاول ما امكن في كاس السوبر باش تأكد الأفضلية ديالها، وان شاء الله الغلبة اللي يستاهل نتمنوا حنايا نشوفوا فرجان، نشوفوا جمهور واللي يستاهل بصحته. اخويا بالنسبه للماتش ديال الوداد 20 عام ما داش كاس العرش وبركان وما عندهم السوبر، يعني كنتوقع دائما الوداد هي اللي غتربح، حيت هذا العام العام ديال الوداد. الوداد ما كاينين خبايا كيلعبوا على هذا الماتش. الوداد عندها لافونتاج، يحيى جبران عندها حسوني تاكناو هذا العام دير الطوب. بركان ضعاف مدرب هذا العام ما بانش ليه نسبه كبيره للفريق الوداد، حيت الزهر اللي عند الركراكي راه ما كاينش في المغرب كامل. خويا هذا العام المغرب لاعب بزاف، حيت المغرب من التسعينات هو كيتضارب على المونديال وغيزيد يتضارب عاوتاني، يعني دابا في اي فرصه كتجي كيحاول يبيه. دابا الاضواء مسلطه على المغرب، يعني راه كلشي كيشوف في المغرب، يعني غنتوقع واحد العرس كروي. النتيجه 4-2 البركان. بالنسبه للفينال ديال كاس العرش اللي غيدور ما بين الوداد البيضاوي والفريق ديال البركان، الفرق بجوج بذلوا مجهود كبير، غادي يكونوا اللياقه البدنيه ما تكونش كيف ما قبل، وانا كنعطي الوداد تربح ان شاء الله. انا ودادي ونتمنى حظ الفريق البركاني يوصي، مي الكفه كترجع للوداد البيضاوي غادي يربح بحكم التجربه. انا كسب كاس العرش عده مرات، وان الفريق الودادي ايضا راح كسب الشامبيونز ليغ وكسب البطوله المغربيه، يعني عنده الكوتي بسيشيك عالي على الفريق نتاع بركان، وحظ موفق للجميع. النتيجه الوداد ما نقدرش نحسم شحال، والنتيجه ان شاء الله تكون الوداد فريق الوداد البيضاوي. نتمنى وتكون واحد الروح رياضيه عاليه ما بين الفريقين وما بين الجمهورين، وتكون يكون الخاسر يكون ان بون بيردون اوسي، والفائز يستحق سواء بركان او وداد، مع ان ودادي نتمنى فريق وداد البيضاوي هو اللي يكسب المباراه. بالنسبه للمقابله ديال غدا هي مقابله صعيبه، يعني بالنسبه للاطراف بجوج، بالنسبه لنادي الوداد البيضاوي ولا بالنسبه لنهضه بركان، ولا غيكون مهيئ بشكل كبير هو اللي غادي يقدر يدي المقابله. تقدر تلعب في جزئيات بسيطه. بالنسبه للوداد كودادي انا كنتمنى تفوز فريق الوداد البيضاوي، لان المسار اللي دار هذا الموسم هو مسار استثنائي، يعني حيازه لقب ديال عصبه الابطال والدرع ديال البطوله وتنهي المشوار بهذا كاس العرش، غيكون مسار ان شاء الله جيد. ونتمناو غدا يكونوا مركزين ويديروا مقابله اللي تليق بالعائله الوداديه والجمهور الودادي، ونتمنى لهم الفوز ان شاء الله. ماشي صبرنا، راه اخر لقب راه لعبناه مع اوسكار فيلوني في مدينه الرباط، يعني مع المغرب الفاسي، ومشينا معهم حتى الاشواط الاضافيه، والهدف ديال العنصري اللي كان جابته الوداد من الاولمبيك اسفي يعني في الدقيقه 18، يعني راه 21 سنه تقريبا باش تسنى نهايه باش تلعبها في مركب مولاي عبد الله. يعني راه كنتمناو الوداد يفوز، لان الوداد عنده كاع المقومات باش يفوز ان شاء الله. ونتمناو اللي كنلحوا عليه هو ان يكون التحكيم في المستوى، لان الهاجس ديال اي ودادي تدوي معاه يدوي معك على التحكيم، اما بالنسبه للبركان ولا الوداد راه الفرص متساويه. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.